بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نشوف خطوات ازاي ننستول السيسكو ديفنس سنتر على الفي ام وير. اجي هنا على الفايل ده، هحمله من على الفورشيلد، هعمله اكستراكت الاول. طيب بعد كده اجي على اعمل امبورت الفايل ده ال OVF فايل، اعمله امبورت براوز، اعمل نيو فولدر هنا وامبورت فيه. انتظر على ما يخلص. طيب بعد ما خلص تعالى بس نقلت شوية في السيتنجز بتاعت الفي ام اي دي. هاجي هنا طبعا على ميموري 4 جيجا، البروسيسور ده بس نقلل عدد الكور شوية. اليوم الهارد ديسك ماشي، النتورك ادابتور خليه مثلا على كاستم فيرتشوال نتورك، مثلا عندك في ام 5 4 6 مثلا. طبعا هدي اجيب نفس الرينج ده على نفس كارت النتورك اللي عندي واقول اوكي. طيب خلينا نستارت الفي ام دي. اشوف عندي كارت الفي ام نت. طيب تعالى هنا نستارت بوت. تعال شوف كارت النتورك عندي هنا كام، عشان اديله اي بي من نفس الرينج بتاعه. انا ربطت ال في ام 6 عندي هنا 60.0.0.200. طيب هديله اي بي من نفس الايه، من نفس الرينج ده. طيب على ما يخلص بس بوت نوقف التسجيل. طيب بعد ما خلص خد تقريبا ساعة أو أكتر من ساعة. طيب هنا عند اللوجن بلوجن ب يوزر نيم أدمن، والباسورد هي سورس فاير بإس كابيتال سورس فاير. طبعا ده ال ديفنس سنتر ده فيرجن 5.4، ده الباسورد زي ما قلت لك سورس فاير بالإس كابيتال. لو الاصدار الثاني اللي هو الفيرجن 6 بيكون اليوزر نيم ادمن والباسورد ادمن 123 بالاي كابيتال. تمام. المهم ان انا شغال على الفيرجن 5.4، هنا اليوزر نيم ادمن والباسورد سورس فاير بالاس كابيتال. طيب الاول هنا اقول له ام اس يو دو اس يو، هنا اكتب الباسورد تاني سورس فاير اس كابيتال سورس فاير. طيب اقول له كونفيجر نتورك، كونفيجر نتورك. طب هو نفس الكومن. طيب المهم كونفيجر نتورك هتدي له اي بي فيرجن 4. يس الاي بي زي ما قلنا هيديه من نفس رينج ال في ام نت 6 اللي عندي، هديله مثلا 60.0.0.100.
وليمن ماسك 255 0 0 0 تضيف ديفولت جيت واي ماشي 16 0 0 200 يعني متأكد ان المعلومات دي صحيحة يس هتضيف اي بي فيرجن 6 لا نو طب نتست كده ان في كونكشن هاجي من جهازي كده هاجي كده على الكوماند برومبت وبينج على 60 0 0 100 تمام في الجميع الله اهو طيب الوج من باب البراوزر افتح كده انتل اكسبلورر الكومنت طبعا انتل اكسبلورر الوجن على HTTPS 60 0 0 100 سيرتيفيكت ايرور فاقول كونتينيو دخلنا طبعا على صفحة الفاير سايد دلوقتي سيسكو فاير سايد سيستمز الوجن برضه بنفس الاكونت اللي هو ادمن واليوزر نيم الباسورد سيسكو سورس فاير باس كابيتال سورس فاير هالوين طيب بعد ما تلوجن على طول لازم تغير الباسورد نحط باسورد جديدة بدل سورس فاير دي اي باسورد وكونفيرم الباسورد دي هنا عايز تغير في اي حاجه من دوائر اي حاجه ممكن تغيرها بعدين من جوه التايم ممكن تخلي التايم باي ان تي بي او تخليه مانوال مثلا تظبطه مانوال المهم في الاخر تحت كده لازم توافق على الاجريمنت اللي هي دي اي هاف ريد اليوزر اجريمنت واقول له ايه تقول له ابلاي هنا بيابلاي سيتنجز اللي عملتها دلوقتي هذا كده يعتبر دخلت على الايه على الديفنس سنتر اهو طبعا زي ما قلنا ده الاصدار رقم كام ده 5.4 about زي ما قلنا ده 5.4 لو زي ما قلنا لو فيرجن 6 هتستخدم معايا الباسورد اللي هي الايه اللي هي ادمن 123 بالاي كابيتال كباسورد واليوزر نيم برضه هو ايه؟ هو ادمن هذا السوفت وير فيرجن اهو سورس فاير لينكس تمام كده شفنا ازاي انستول الديفنس السورس فاير ديفنس سنتر فيرجن 5.4 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته